ازيكم يا اطفال يا حلوين، هقول لكم حدوته من حواديت مامي. كان يا مكان في قديم الزمان، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في غابه كبيره قوي، كان فيها عيش الحيوانات والطيور، وكان في هناك حمار يقف ساعات بالنهار والليل يضحك بصوته عاليا وصوته يرن لمن حوله، وعندما يسمع صوته العالي يرن يفرح ويهز ديله يمينا ويسارا. ظن منه انه مطربا وصوته جميل، ومعجب جدا بصوته، وان صوته اجمل من صوت البلابل والعصافير. وفي يوم من الايام رأى الحمار اصدقاء من الطيور مجتمعين حول شجرة كبيرة خضرة، والبلبل يغني في الوسط في سعادة، وبعد انتهائه صفق له الجميع من الطيور إعجابا وفرحا من صوته. وهنا وقف الحمار بين الطيور ليغني بصوته الذي كان يظن أنه جميلا ومميز أفضل من صوت الطيور. بدأ يغني ويرفع صوته وتميل بديله يمينا ويسارا متباهيا بنغمات صوته الصاخبة. بدأ يغني ويقول: أنا القمار يا عين يا ليل، صوتي جميل ليس له مثيل، رغم إني حمار أنا صوتي جميل. وبعد أن انتهى وقف منتظر التحية والتصفيق والإعجاب من الطيور، إلا أن لا أحد تحرك من مكانه. ذهب الحمار وترك الطيور وهو خجلان من نفسه ويقول: أنا حيوان بيدين ورجلين، إنما هم طيور بأجنحة تطير لا يفهمون في الغناء، لذا فلم يصفق أحد لي. أنا سأذهب إلى الحيوانات ذات الأرجل والأيدي، هم من يستطيع أن يقدروا جمال صوتي. تحرك الحمار ليجد أمامه بقرة وحصان وغزال وخروف يسيرون في وسط الغابة، فجرى إليهم مسرعا ليغني ويسمعهم جمال صوته. وبالفعل بدأ في الغناء والتمهيل بديله كما فعل أمام الطيور من قبل، وبدأ يقول: يا عيني يا ليل، صوتي جميل ليس له مثيل، رغم إني حمار صوتي جميل. وأثناء غنائه تفاجأ بأن البقرة أخذت الحصان وذهبت بعيدا، والغزال هرب مع الخروف. وصلى هو وحيدا، جلس الحمار تحت الشجرة حزينا يفكر في حاله وفيما حدث معه، وشكله أمام حيوانات الغابة وطيور الغابة. قال الحمار لنفسه: لقد غنيت للطيور فهربت مني، وقد غنيت للحيوانات فابتعدت عني، لم يبقى سوى إنها غني للبني آدمين. وأثناء ذلك سمع البلبل الذي كان يقف أعلى الشجرة الخضراء حديث الحمار مع نفسه، وقالوا له: هل ترغب في معرفة السبب؟ قال الحمار: نعم أريد السبب. قال البلبل: ولكن ستغضب. قال الحمار: لا لن أغضب، تفضل وتحدث كل الحقيقة. قال البلبل: صوتك يرن رنينا عاليا. قال الحمار: نعم صحيحا. قال البلبل: لكن في الحقيقة صوتك لا يطرب، إنما صوتك نشاز. حزن الحمار حزنا شديدا واغتاظ من كلام البلبل الذي أوقعه بهذه الحقيقة المحزنة. قال الحمار: أنا صوتي نشاز، إذن علي أن لا أغني مرة أخرى. قال البلبل: نعم لا تغني مرة أخرى يا صديقي، فهذه نصيحتي لك يا صديقي. ففرد البلبل جناحه وطار تاركا الحمار يخلي في غيظه من نفسه ومن البلبل.
لتقاط الطبلة ويقلدها برجليه بدقة وترتيب ونظام، يجعل دقاته في غاية الجمال. ففرح الحمار بهذا الإنجاز وسارع إلى أصدقائه يخبرهم بأنه نجح في استبدال الغناء بالدق على الطبلة بقدميهم، موجها الشكر إلى صديقه البلبل الذي نصحه بتوقف عن الغناء لأنه بسبب ذلك اكتشف الدق بصوت الطبلة. فقال البلبل: من اليوم سأعتمد عليك، أنا سأغني وأنت ستطبل، وبهذه الطريقة سيصبح غنائي أفضل وأجمل. وبعدها فرح الحمار وبدأ يشارك في كافة حفلاته، ويقف ويدق برجليه دقات الطبلة، ويصفق له أصدقاؤهم في السرور ومستمعين لدقات الطبلة الجميلة. ومع الوقت كثف الحمار جهده حتى أصبح من مشاهير الدق بقدميه كأنها طبلة وحاسة بحب الجميع. هيا أطفال يا حلوين، التعب والجهد نستطيع النجاح والتفوق، فبعد التعب تأتي الراحة دائما والسعادة والفرح. فلازم ننتبه جدا لمميزاتنا ومواهبنا عشان نكبرها ونسعد بيها بعد ما نتعب عليها. ما تنسوش يا أطفال يا حلوين تضغطوا تحت على زر الجرس عشان يوصلكم كل الحواديت الجديدة، وما تنسوش تعملوا إعجاب عشان أعمل لكم حواديت حلوة وجميلة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تكونوا من عائلتنا. حان الوقت أقول لكم يلا تصبحوا على خير.